يقول السائل: هل يجوز له أن يصوم في رمضان مع أنه لا يصلي في غيره؟ طبعا هذا السؤال يتضمن أنه يصلي في رمضان، يعني هو يصلي في رمضان ويصوم في رمضان. فالسؤال الموجه: هل يجوز الصيام مع أنه ما يصلي طول العام ويصلي في رمضان فقط؟ طبعا هذه المسألة مخرجة على حكم تارك الصلاة. جمهور العلم يرى أن تارك الصلاة فاعل لكبيرة وهو فاسق، والكفر دون كفر في هذا الباب. واتفقوا جميعا أنه إن صلى صار مسلما بفضل الله الذي فعله. الحنابلة قالوا بأن ترك الصلاة كافر. فيها تفصيل، لكن السؤال لا يعنينا الآن التفصيل الفقهي في هذا الباب، لكن الذي يعنينا الرجل جمع بين صيام وبين صلاة، صح له الصيام وصحت له الصلاة وهو على الإسلام، وإن مات على ذلك بإذن الله يكون في الجنان، بإذن الله يكون على ذلك. لكن هل نقول بصحة الصوم؟ نعم، باتفاق بإجماع نقول بصحة الصوم. لما؟ لأنه بصلاته حكمنا بإسلامه، سواء كان الحنابلة أو كان قول الجمهور أنه أسقط على نفسه الفسق لما صلى. وهل يشترط لصحة الصوم الصلاة؟ سترجع المسألة مرة ثانية على من قال بأن من ترك الصلاة فقد كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. فمن قال بأنه لا يكفر قال الصيام يصح، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن قال بأنه بغير الصلاة لا يكون مسلما قال الصيام لا يصح، لأن شرط صحة الصيام هو إيه؟ الإسلام أو هو الإيمان، وبتركه للصلاة يكفر. فالمسألة خطيرة صراحة. هذا السؤال أود أن أطيل فيه حتى يعلم الناس أنهم بترك الصلاة صاروا على شفير هلكة، فلا بد من الحفاظ على الصلاة. وإن شاء الله من صلى في رمضان وصام في رمضان يغفر له ويثبت على هذا الخير بإذن الله إلى الممات.